السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ خالد إيش يقول؟ يقول عفى الله عنكم: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ لا يجوز لخالد بمعنى أنه أخو أمك أن يتزوج ابنتك، لأنه خال لها، خالك خال لابنتك وابنتي، ابنتك وابنتي بنتك، مهما نزلنا. إذا كان المقصود أنه أخو أمك أو أخو جدتك أو أخو جدتك، يعني أخو لأمهاتك أو لجداتك، فلا يجوز له أن يتزوج من بناتك وبنات أولادك، لأنه خال لهن من النسب أو من الرضاعة.